بس أول شيء في البداية بس قسمت الكراون لثلاث أثلاث، هنا نفس الإشي. بدي أحدد هسا الجهات، معرف شلون مبين هي ثلاث أثلاث، هون نفس الإشي، بس هون ما عملتش الخط اللي بيجي بالميدل ثيرد، فهلا راح أعمله. ممكن مش كثير ستريت، بظبطه شوي بالليكرون. هلا بدي احدد الجهات، انا راح انحت رايت، فهذا راح يكون بكل هاي لينجوال. اذا هاي بكل هاي لينجوال، هاي راح تكون ميزيال، هاي راح تكون ديستال. هاي في بكا وهي الدستل. هلا راح نيجي نبلش اول شي بالفيرست كات، راح اعمل على السريع، راح احدد النقاط بعديها ابلش اقص. هلا على جهة البكل حددت النقاط، 10 ملي من عند السيرفكس على الجهتين، و14 ملي بالميدل اوف ذا كراون للكونتاكت بوينتس، وطبعا عند الكلوزل سيرفيس هي جهة الدستل، فروحت من عند الميد لاين 4 ملي عشان الكسب تيب البكالي بتكون رايحة دستلي 4 ملي. ونفس الشي طبعا جهة اللينجوال رحت 10 ملي، وعند الميدل اوف ذا كراون 14 14 عشان الكونتاكت بوينتس، وعند الاوكلوزال سيرفيس رحت 4 ملي برضو دستلي، لانه البكال كسب بتكون رايحة دستلي 4 ملي تقريبا. هلا راح ارسم الاوت لاين على جهة البكال، وبعديها اكمل لحالي على جهة اللينجوال واقص الفيرست كات. ببلش من الكونتاكت بوينت، بروح اتجاه السيرفكس، خطوط يعني تقريبا ستريت. بعديها من الكسب تيب للكونتاكت بوينت، برضو خطوط تقريبا ستريت. هيك صار معي الاوتلاين. عملت نفس الاوتلاين على جهة اللينجوال، مش كثير راح اركز على هاي الشغلات لانها سهلة صارت، يعني حتى الفيرست كات على السريع، بس من الفيرتيكال كات والاوكلوزال سيرفيس هي اللي راح اركز عليها كثير. فهسه راح ابلش الفيرست كات. لو الصابون طري ممكن نعمل طريقة تقطيع الكيك. انا لما اجي اقطع ما بقطع الخط اول مرة مشان بخاف تنكسر الصابونة معي، فباخذ مثلا لهونا وبعمل كات، بعديها بلف السن وبعمل كم مرة بعيد على الكات، بس هالمرة بعيد على الخط. زي هيك مثلا، هاي الخط بس ما وصلت له. هلا بروح الجهة التانية وبعمل القصة على الخط بالضبط. هلا مش حتطلع معي، يعني ممكن ما تطلعش معي كثير كلين الكات، فمنلاقي انه هنا في اكسس صوب، باجي زي هيك بشيله، او ممكن ارجع كم مرة واكمل الكت اللي ما كملتهاش اول شي، يعني تنتين بزبطوا. تقريبا يعني هيك، ما فيش عندي اي اكس سوب. هلا راح اعمل نفس الشيء للجهة الثانية. كملت الكت على الجهة الثانية، نفس الشيء بتقدر تشوفه تقريبا ما في اي اكس سوب. بس نكمل هسه الفيرست كت، صراحة مش كثير يعني راح اركز هاي الشغلات زي ما حكيت، وبعديها بنروح للسكند كت. هلا خلصت الفيرست كت، نقدر نطلع على الجهات، بنلاقي فيش عندنا يعني تقريبا فيش عندنا اكس السوب، هذا شيء مهم عشان ما تتغير القياسات. ممكن هون شوية، هلا ممكن امرق عليها. اذا صار في عند الواحد اكس السوب يعني ما قدرش يشيل كل شيء بالفيرست كات، هيك بمرق على السريع. وبشيلها.
على في شيء مهم، الكونتاكت بوينتس بتركهم نوعا ما يكونوا شارب، يعني بحاولش انعمهم عشان ما يضيعوا مني. بعدين اخر شيء لما اخلص السن ممكن عادي بالليكرون باجي زي هيك بنعم شويه الكونتاكت بوينتس. راح ارسم الميد لاين لجهه الميزيال والديستال عشان نعمل الاوت لاين تبع السكند كت، وبعدين نبلش السكند كت. هلأ عملت الميد لاين هي جهة الميزيال، وعملت برضه جهة الدستال. بحاول ما يعني أحفر كثير بالصابون لأنه بصير بعديها صعب نشيلهم. هلأ من نيجي نحدد الكونتاكت أو عفوا الهايت في كونتور، عندي من جهة الميزيال وهون البكل بنلاحظ إنه الهايت في كونتور جاي على الجنكشن بين التو ثيردز، فبقدر أجي من هنا وأمد الخط. حتى يعني ما بضطر امدهم من الجهة الثانية. بينما طبعا هاي الجهة ميزيال، اللينجوال هايت في كونتور بتيجي على الميدل اوف ذا كرام، فبرضه ما بضطر احتاج ارسم اي خط او شيء، على طول بروح بحدد النقاط تبعتي. راح تكون النقاط عند السيرفكس من الميد لاين 16 ملي، الهايت في كونتورز طبعا 18، راح تكون بكلي على الجنكشن حكينا، ولينجوالي بالميدل اوف ذا كرام. بعديها بنيجي نحدد مكان الكسب. هلا حددت النقاط تبعتي، هاي عند السيرفكس، هاي مكان البكل هايت في كونتور، هاي اللينجوال هايت في كونتور طبعا 18 ملي. هلا بنيجي نحدد مكان الكسبس، نعرف احنا انه الكسب البكلي بعيد 12 ملي، فانا ممكن اعمل العكس. هلا هي بعيدة 18، فلو بعيد يعني بعيدة الهايت في كونتور بعيد عن الميد لاين 18، فاذا الكسب بعيدة 12 ملي عن الهايت في كونتور، انا ممكن اروح 6 ملي من الميد لاين. فانا بحط الصابونة هيك وبقيس 6 ملي، بحط نقطة. وعارفين احنا انه اللينجوال كسب بتكون بعيدة 20 ملي، فبنفس الخطوة انا هيك حددت مكان البكل كسب واللينجوال كسب. بس اللينجوال كسب بتكون نازلة 4 ملي، فبروح جهة اللينجوال وبقيس من هنا 4 ملي، والأربعة ملي هاي بمدها هيك. بنلاحظ هاي، وبعديها بنزل خط من النقطة اللي حددتها، هاي النقطة اللي حددتها، بنزل خط مكان ما بيلتقوا هنا، هذا هو مكان اللينجوال كسب. فهس علي بس ارسم الاوتلاين. هلا الاوتلاين برضه خطوط تقريبا ستريت بتكون. مش عارف لو كتير واضح، انا بحاول عند جهة الميزل والدستل ما اغمق كثير الخطوط لانه بصيروا بعدين صعب نشيلهم، خصوصا الميد لاين مثلا خطوط الثيردز هيك اشياء. فتوقع واضح. المهم انه هنا الهايت في كونتور، هون اللينجوال هايت في كونتور، هون مكان البكل كسب، وهون مكان اللينجوال كسب. هلا راح اعمل جهة الدستل. هلا عملت السكند كات، طبعا نفس الشيء لازم تكون كلين، وانتبه انه ما في اي اكسس سوب. لاحظ انه البكل كسب اعلى من اللينجوال كسب ب 4 ملي. اصلا لما الواحد يعمل السكند كات، يعني انا بنصح يعمل طريقه تقشير البطاطا اللي هي هيك، مش يحط الصابونه ويضربها ضربه واحده، لانه جهه البكل يعني وجهه اللينجوال، او لو بدي احكي الدايمتر اللي هو ميزي وديستال دايمتر، بيكون قصير، فلو ضربت السكينه ضربه قويه ممكن تكسر معك الصابونه من هون او من هون. فلهيك كويس الواحد يعمل هاي الطريقة. بعد ما عملنا السكند كات، أهم إشي هسا اللي هي الفيرتيكال كات، هي اللي راح تعطي الشكل الهكساجون اللي بنعرفه. يعني أول شي بروح عند جهة البكل، هي البكل كاسب. هلا هي أصلا حكينا إحنا عرضها تقريبا 4 ملي، فبنزل من الجنب للسيرفكس، وهون نفس الشيء
مشان الرج شوي عريضة بالجهة البكرة، فلو أطلع زي هيك هي عرضة تقريبا. هسا بروح ميزيلي، هي جهة الميزيل. احنا عارفين انه الكونتاكت بوينت بعيد 12 ملي، وبرضه الباكل كاسب تيب جهة الميزيل برضه بعيد 12 ملي. فبنزل من الكاسب تيب لحد السيرفكس بخط مستقيم. اما جهة الدستل فالكونتاكت بوينت بعيدة بس 9 ملي، فمن عند الهايت اوف كونتور، الباكل هايت اوف كونتور، بشوف 9 ملي لحد النقطة هنا وارسم خط هيك. فهلا صار يعني عندي تقريبا زي مثلثين، هون مثلث وهون مثلث، بدي افضيهم عشان يطلع معي الهيكساجونال شيب. بس مشان افضيهم وما اخرب شكل السن لازم انزل مع انحناء السن، فهيك بنزل. او ممكن انا بحب امسك الصابون هيك، بنزل هيك. بنتبه اني انزل للسيرفكس مش بس اقص من فوق، وبرضه من هون بتأكد اني اقص كويس. المفروض هيك يطلع معي. راح اعمل اشي، راح اعمل نفس الاشي على جهة الدستوبكل. خلصت جهة الدستوبكل، واضح انه لما اطلع اوكلوزلي انه الميزة كونتاكت بوينت شوي عم تفوكس، الميزة كونتاكت بوينت جاي اقرب للميد لاين من الدستال كونتاكت بوينت، والسن من جهة البكل هيك شوية راوندد. طبعا في بكل ريدج راح نعملها كمان شوي لما نخلص الفيرتيكال كات جهة اللينجوال. على جهة اللينجوال احنا عارفين انه السن شكله هيكزاجونال صح، بس تيبرز توردز ذا لينجوال، فلازم يكون الجهة اللينجوال ارفع. عشان هيك بنقص من عند الميد لاين وما بنمشي بانحناء السن، بنقص هيك قطعة لتحت. فعشان اعمل هيك بروح جهة اللينجوال وبحدد 3 ملي تقريبا من الجنبين، من عند الطرف 3 ملي ونفس الشيء. هي ممكن تنعمل يعني بالنظر، بس إذا بدكم شكل السن مرتب اعملوها تقريبا إنه الجهتين يكون نفس القياس. هلا أنا عملت جهة لحالي vertical cut جهة اللينجوال، هلا راح أعمل الثانية. بنزل حكينا من الميد لاين بخط تقريبا مستقيم. ممكن هاي الصبونة فيها اربابيل صراحة، خربت الدنيا. طبعا والسن بيكون جهة اللينجوال مور راوندد، فممكن نعطيه شوية راونديشن. راونديشن ممكن بالكارفر من عند السيرفكس نسحب لفوق. طبعا هون الكونتاكت بوينت بنحاول ما نقرب عليها، مع انه يعني الصابون شوي انكسرت، بدي احاول اعمل راونديشن بدون ما اقرب على الكونتاكت بوينت.
نطلع هيك هي جهة اللينجوال، بدنا نطلع اوكلوزلي هاي الهكساجونال شيب، ممكن نعطيه شوية هون رامديشن هون شوية رامديشن، المهم انه هيك سن تيبرز لينجولي، هاي 6 سيرفيس 1 2 3 4، هون المفروض يكون في 2 سيرفيسز مع شوية رامديشن ممكن يبينوا. ولا انا لما قصيت ما نزلتش للسيرفكس، فهيك الاصل. هلا ضل نعمل الليبيال واللينجوال ريدج. هلا الليبيال ريدج بتكون اعرض، يعني زي ما انتم شايفين حتى الاوتلاين اعرض شوية وبتكون مور بروميننت. الطريقة زي ما كنا نعمل بالكيناين، باخذ من السيرفكس بصير اطلع هيك بستن لفوق. نعمل نفس الشيء هاي الجهة. هاي الجهة شوي بتغلب لأنها أرفع، ممكن شوية هيك بالليفة تعطوها شوية تنعيم. طبعا هاي الحركة ما راح تأثر على الهايت اوف كونتور، لأن الهايت اوف كونتور مكانه ثابت، هيو ما قربت عليه. ممكن هون شوي أنا عم، بس المهم لما تنعموا لا تصغروا مكان لا تصغروا الكونتاكت بوينت، فممكن تنعموا شوي حواليها. نفس الاشي ميزيالي، انا بهمني يضل مكان الكونتاكت بوينت او الكونتاكت اريا ثابت. فهيك صار شكل السن. ممكن شوي ارجع عليها كمان شوي بالكيرفر هون انا عم. هلا راح نعمل اللينجوال ريج بتكون اصغر وليس بروميننت، يعني مش زي الليبي ريج. فبس راح احدد الخطوط واعمل نفس الطريقة نفس اللي عملته على جهة الليبيال، اللهم انها بتكون ارفع. ومش راح اخذ كتير وانا قاعد بعمل بالكرون عشان ما تبين كتير. هاي انا هيك خلصت ال vertical cut. لو تلاحظوا اللينجوال، هاي اللينجوال ريدج بتيجي ارفع ومش كتير ظاهرة، مش كتير prominent، بس انها موجودة يعني. بس هون انا بقص انه شوي الصابون انكسرت فصار فيها حفرة صغيرة، فحاولوا انتبهوا وانتوا بتقصوا، زي ما حكيت قصوا لبرا. انا قصيت شوي لجوا فالسن هون صغيرة شوي، بس مش كتير يعني مؤثر على على شكل الاوتلاين. ظبطت شوي الفيرتيكال كات. طبعا لو نطلع كاميرا على الاوتلاين هاي
هاي الميزيال كونتاكت بوينت، جاي شوي أقرب للميد لاين من الدستل، هاي الليبيال ريدج، هون شوي شارب بالمقارنة باللينجوال اللي بيجي مور راوندد، وهي اللينجوال ريدج ليس بروميننت. هذا نيجي على الأوكلوزال سيرفس، أنا برسم هيك خطين تقريبا. طبعا خط اللي بيجي بالنص بين التو كاسبس ما بيجي على الميد لاين، لا بيجي بين كاسبتين، وبدي احدد مكان المارجنال ريدج. الدكتوره حكت ممكن تعمل التنتين بنفس نفس المكان تقريبا، يعني نفس البعد على الكلوزال سيرفيس اللي هو 9 ملي. فبروح من عند الليبيال كسب ممكن هنا اعمل المكان مارجن الرج نفس الشيء. ممكن هاي انزلها شوي، هلا حددت مكان المارجنال ريدج، بسحب من طرف المارجنال ريدج لطرف المارجنال ريدج الثاني خط هيك شبه الاكس، وهاي نفس الشيء من هنا بسحب للمارجنال ريدج الثانية. هلا بدي افضي هدول المثلثين اللي حكينا، انا سحبت من طرف المارجنال ريدج لطرف المارجنال ريدج الثانيه، ومن هون نفس الشيء، فصار عندي مثل شكل اكس. هلا بدي افضي هذا المثلث، هاي الجهة أزبط صراحة شكل المثلث فيها، هذيك هيك طلعت، هاي راح تطلع أحلى. السبب إنه طول المارجن الرج مناسب، هون المارجن الرج كثير طويلة عملتها بالغلط، فعشان يطلع السن أحلى يعني حاولوا إنه يكون طول المارجن الرجز على الجهتين نفس الشيء. ممكن صراحة أطول شوي المارجنال ريدج عشان ما يطلعش كتير فرق بشكلهم. هلا بدي أصير أنزل من كل كسب هيك بشكل مثلث مشان أجهز للتريانجلر ريدجز.
أنا كيف قاعد بسحب بحط إيدي عند المارجنال ريدج وبطلع هيك على شكل مثلث. ممكن تنزل بزاوية 45 بس أنا بخاف تكسر معي صراحة، فما بعملها هاي الشغلة، أضل هيك أطلع لحد ما أحس إنه صار شكل المثلث ظابط تبعي. وهون نفس الشي، هاي مارجنال ريدج ممكن أنزل بدايتها هيك، بعديها بصير أطلع من مارجنال ريدج كأني بسحب مثلث. أنا عملت هاي الجهة، بدي أعمل الجهة الثانية، خليني أضبطها هاي كويس. هو نفس الإشي هلا بنعمل، بحاول اخليهم شوية سيمتريكال السلوبس هدولا. ممكن انا بدي اشيل هاي الجهة، وانزل هيك بظبطها بحيث تكون من الكسب تب. أنا بنزل خصوصا جهة اللينجوال، لأنه جهة اللينجوال الكسب لازم تكون شارب. الليبل نفس الشي، عشان ما تنكسر الكسب بحط إصبعي ورا الكسب تب اللينجوال. طبعا برجع بعيد زي هيك مشان تبين عندي التريانجلر ريدج. والجهة الثانية نفس الشيء، وجهات الابيض نفس الشيء، بدي ابرز التريانجلر ريدج. نلاحظ انه الابيض شوي رايح دستلي، فمش مشكلة لانه الكسب نفسها رايحة شوي دستل مقارنة باللينجوال. هلا بدي اعمل التراينجلر فوسي، جهة الديستل وجهة الميزيال. هي شكلها شبه المثلث، فهيك بعمل هاي مثلث هاي.
بفضيه، ممكن افضيه بطرف الطرف الثاني للكارفر. هلا اسمها تريانجلر ريدج او تريانجلر فوس عفوا، فلازم يكون شكلها تريانجلر. لهيك بصير اسحب حيث اتاكد انه شكلها تريانجل. عارف انا معلش ببعد شوي قاعد على الكاميرا. كل اللي بعمله اني هي اغمق منطقة بالفوسة، بسحب هيك بالكارفر لفوق، بروح عند هاي الكسب بعمل نفس الشي، ونفس الاشي بعمله باتجاه المارجنال ريدج عشان بالأخير يطلع معي هيك. هنا أغمق منطقة بالمثلث، هاي الرجز طبعا، هاي يمكن صراحة أنا بعملها بالليفة مشان ما أخرب شكلها. شوف الفرق بين هاي المنطقة وهاي المنطقة، كيف صار هيك في 3 مثلثات، هاي مثلث هاي مثلث هاي المثلث الأخير. هون نفس الشي راح أعمل على جهة الدستل، راح أرسم هيك زي مثلث، وراح أفضي، ممكن أفضي زي ما حكينا بالطرف الثاني للكارفر. ما تعملهوش كتير ديب يعني، بس إنه يكون شوية مبين. زي ما حكينا بدي أسحب من أغمق منطقة باتجاه الكسبس، وأكيد باتجاه المارجنال ريدج. هلا كملت التريانجل فوسط جهة الدستل. هلا في شغلة أنا عادة ما بعملهاش وأنا بنحت، بس هالمرة للأسف يعني لأني قاعد بصور سويتها، ما بعرف لو هي غلط بس أنا بحبش أعملها. طول المارجن الرج عندي كبير، انا عادة ما بعملهاش هيك. لو تذكروا وانا قاعد بعمل اول شي لما حددت المارجن الرجز، كنت عامل جهة الطول تبعها قصير وجهة الطول تبعها طويل، بس رحت طولت التانية. هلا السبب انه خفت تكون واحدة قصيرة واحدة طويلة، فلو كملت شغلي بصير جنرال ابيرنس مش حلو ابدا. فانا ما بعرف لو عليها علامات طول الرج، ما اتوقع، بس حاولوا اعملوها قصيرة يعني، لا تعملوها هالقد طويلة، خلوها مثلا من هون لهون، لا تمدوها كثير زيادة. أنا في جهة من الجهتين غلطت ومديتها زيادة، فرجعت عدلت الجهة الثانية عشان يعني يتناسب الطولين وما يخربش الجنرال ابيرنس. بس هي يعني عادة أنا بعملها قصيرة، بعملهاش كثير طويلة. طبعا هاي أنا عملت الفوسي، هاي الفوسة الأولى هاي الفوسة الثانية، هي مبين إن هنا إنها تريانجلر، هي أطراف المثلث. هو نفس الشيء، هاي لسه أحلى. هاي هي المنطقة اللي كانت حلوة، شوفوا طول المارجن الرج أقصر لهون موقفة. هاي المارجن الرج مادة معي للأسف، ممكن أضبطها شوية بس خايف خايف خرب الدنيا. آخر إشي، هاي طبعا بين معنا الترينجلر رج، وهون نفس الشيء. هيها وأنا نطلع هيك ميزي البدستري، ممكن هي اظبط شوي طول مارجن الرج. الفوسة لا تعملوها كثير ديب. واخر اشي بدي اعمل السنترال فيشر. السنترال فيشر بمر من ديستال تريانجلر فوسة اللي هي عنا، هيها هي جهة الديستال، لا الميزيال تريانجلر فوسا. وبيكمل
هيك. هاي الشغلات اللي ملهاش قياسات حاولوا وضحوها شوية مشان تاخدوا عليها العلامة، تأكد انه يعني انها مبينة وواضحة، لانه طالما ما فيش لها قياس فشد شوي بالكارفر عليها عشان يبين. فهي مبين انه في خط عندي بالنص، هاي الخط يمتد هاي من الديستال ترينجلر فوسا للميزيال وبيكمل هيك. انا بالنسبة لي تقريبا صار جاهز، راح اعمل شوية ترانديشن واعمل السيرفايكل لاين.